السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة جديدة وبشرى سارة للموظفين بشأن المعاشات. قبل ما نعرف كده تفاصيل الخبر، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل الأخبار الجديدة. زيادة سنوية 1% للموظفين، بشرى بشأن تسوية المعاشات بقانون التأمينات الجديد. بالنسبة لتفاصيل تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، طبعا قانون التأمينات والمعاشات من القوانين المهمة جدا اللي وافق عليها مجلس النواب السابق، وتم اعتمادها بالتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات، اختص بفئة عريضة من المواطنين تجاوزت حوالي 10 مليون شخص، وفرت مزايا كتيرة جدا من ضمنها الخروج عن المعاش وتسويته. وقانون التأمينات والمعاشات أعطى الحق للموظفين الذين لديهم الرغبة في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج عن المعاش وتسويته، مع التزام بمجموعة من الشروط والضوابط اللي نص عليها القانون. وبالنسبة لتفاصيل تسوية المعاش، كشف قانون التأمينات والمعاشات كل التفاصيل الخاصة بتسوية المعاش مع تحديد حالات زيادته، ونص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزداد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه. وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكتر، استحق المصاب معاش يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة 51 من قانون التأمينات والمعاشات. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 21 من هذا القانون، بيزداد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51 من هذا القانون، مع مراعاة حكم البند 2 من المادة 21 اللي بينص: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته 35%، استحق المصاب تعويض بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة 51، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. بيكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها سواء بالبند 1 أو 2 أو 3 أو 4 من المادة 45 من هذا القانون، بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة رقم 24 من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه في المادة 163. وإذا نص عن إصابة عجز جزئي مستديم تقدر بنسبته أكتر من 35%، استحق المصاب معاش يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة. حصل تدخلات برلمانية لتعديل شروط الخروج عن المعاش المبكر، وطبعا الفترة الماضية شهدت تدخلات برلمانية من أجل تعديلات على قانون المعاشات الجديد بهدف تعديل شروط الخروج عن المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات بتواجه المواطنين في حالة الاستفادة من قانون المعاشات الجديد. وبالنسبة لتغيير شروط الخروج عن المعاش المبكر، طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج على المعاش المبكر اللي بتصل ل 25 سنة تقريبا قبل بلوغ سن في حالة خروجه عن المعاش قبل بلوغ سن التقاعد. لا يحصل الموظف المتقاعد على المعاش إلا بعد
بلوغ السن القانوني للخروج على المعيش، اقترح ان يكون في فترة انتقالية من 5 سنوات اللي هي من 2009 ل 2024 يتم صرف للمعايش للذين خرجوا معاش مبكر ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات، مضافا اليه الى ان الظروف غير عادية وفي تحديات اقتصادية. وقال كمان ان يجب ان تكون مدة الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الادنى للمعاش المشار اليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلى توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بتعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعيش. ديت كانت أحدث التفاصيل الخاصة بتسوية المعاشات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد وخاصة بالمعاش المبكر. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، تابعوا القناة عشان يوصلوك كل الأخبار الجديدة، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.